الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده فيديو جديد عن اول كورتيزون بخاخ في مصر. كورتيزون وبخاخ، طب نمسكها واحده واحده. تمام، بالنسبه لكلمه بخاخ يعني حاجه علاجيه في قسم الايروسول سبراي، يمكن الشركه الرائده في الموضوع ده، تمام، الا وهي شركه اجدما. عندهم اللي هو الاميكيسين الهيليوسول، عندهم البي فاتراسين اللي هو البخاخ المضاد الحيوي اللي بيتحط على الجروح، يمكن ده تقريبا ده الرائد او ده الحصان الاسود حرفيا بتاع كل منتجات الشركه، اللي هو البي فاتراسين. تمام، بيتباع منه عبوات بشكل غير طبيعي، البي فاتراسين. فنفس الفكره، نفس الفكره برضو يعني جينا طبقوها هنا لما يعني حبوا مثلا يستغلوا اليونت او الوحده الموجوده اللي بتطلع لنا ايروسول سبراي. فنفس الفكره عملوا حاجه اسمها بي مسرازول، بي مسرازول بخاخ. ده خدوا الماده الفعاله اللي هي البيتاميثازون، ده جلوكوكورتيكويد كورتيزون. تمام، يمكن اشهر المنتجات اللي موجوده منه عندنا، مثلا الماركت ليدر او اللي بيتباع منه يعني بمبالغ غير طبيعيه، تمام، الا وهو البيتاديرم بتاع شركه ايبيكو. البيتاديرم فيه منه كريم ومرهم، والكريم فيه منه حجم صغير وحجم كبير. تقريبا ده منتج محلي غطى على المستورد، المستورد اللي هو اللي اسمه ايه، بيتنوفيت. بيتنوفيت اللي هو بتاع شركه جالاكسو، يمكن اشهر حاجه مشهوره في البيتنوفيت اللي هو البيتنوفيت لوشن، اللي هو بيتحط على شعر الراس بقى وكده في القشره او الحاجات التانيه بقى المخصصه ليها، تمام، او في الصدفيه. تمام، فدي الفكره. فاحنا دلوقتي عندنا منتج اسمه بيتاميثازون، ده الماده الفعاله. تمام، بيتباع منه بشكل كتير جدا وحلو جدا، سواء كريم سواء مرهم. شركه ميدزاين كانت عامله الجيل، قلنا جالاكسو البراند عنده اللي هو منه اللوشن بيتحط على الشعر، فنفس الفكره. شركه اجدما قالت طب ما اعمله في منتج مثلا اللي هو فوم سبراي، اللي هو بي مسرازول فوم سبراي. هو يعني بالنسبه للسعر 34 ونص، فهو يعني كويس، تمام، مش هو يعني لسه طالع بقى وكده، فهو سعره يعتبر كويس. تمام، بالنسبه مثلا للمنتج بقى وكده والاستعمالات بقى وكده، ما بين المرهم والكريم وما بين الفوم سبراي، لا انا كرايي الشخصي لا، ميال ناحيه الكريم او المرهم. بالنسبه للفوم، هو بيعمل حل اضافي رفاهيه كبيره جدا، اكيد ممكن بعض الحالات تستدعي الفوم او الرفاهيه مثلا او الامتصاص يعني او كده، بس انا يعني كاولد سكول بقى وكده، لا انا عندي المرهم والكريم كويس جدا. تمام، في نفس الفكره هم اضافوا لنا حاجه مش موجوده عندهم يونت. لو نفتكر طبعا يعني شركه نير هاد اللي يفتح الفيلم حطه على اللسان بيدي مفعول، برضو نفس الفكره يعني الشركه عندها روسال سبري عملت لنا منتج. فدي كانت الفكره يعني. فدلوقتي اول كورتيزون بخاخ في مصر بيمسترازول فوم سبري نزل من شركه اجدما. التوقعات بتاعته مش عارف يعني، بس الفكره هو فكره جديده، ناجحه يعني الله اعلم. تمام، بالنسبه تقييمي واو كده المنتج يعني اديله 7. تمام، لو استفدت من الفيديو او المعلومه شارك بلايك شير سبسكرايب. لو في اي حاجه حابب نتناقش فيها مع بعض مفيش مشكله، سيب لي كومنت ونتكلم سوا. شكرا، كان معاكم الصيدلي محمد.